الرئيس الأمريكي باراك أوباما يصف إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إلقاء خطابه في الكونغرس بأنه انحراف عن المسار الطبيعي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ويؤكد أنه لن يؤدي إلى إلحاق ضرر لأنه سبق أن أخطأ في تقديراته حول المفاوضات في الملف النووي الذي التزمت إيران بكل بنود الاتفاق المرحلي الذي وقع العام 2013. نتنياهو في محاولة منه لرأب الصدع في علاقاته مع أوباما كرر في خطابه أمام الكونغرس أنه لا يقصد الإساءة أو التقليل من احترام الرئيس الأمريكي. إدارة أوباما استبقت خطاب نتنياهو بتفنيد ما يمكن أن يسوقه من حجج ضد الاتفاق المحتمل مع إيران. التفنيد جاء على لسان مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطابها أمام مؤتمر اللوبي الإسرائيلي. بدا خطاب نتنياهو أمام الكونغرس على شكل مطالعة لإدانة أي تقارب مع إيران، لا بل تشكيك خالص بالاتفاق المحتمل باعتباره اتفاقا سيئا لأنه لا يلغي البنية التحتية للمشروع النووي الإيراني، كما قرن أي اتفاق بشرط التزام إيران مسبقا بوقف دعمها لما أسماه الإرهاب في العالم وتدخلها في شؤون جيرانها وتهديداتها بالقضاء على إسرائيل، وطالب بعدم رفع العقوبات عنها حتى تغير من سلوكها. مصادر مقربة من البيت الأبيض عبرت عن استيائها الشديد من الخطاب واعتبرته معسولا دون أن يقدم البدائل الواقعية. للعديد من المراقبين في العاصمة الأمريكية يبدو خطاب نتنياهو وإصراره على إلقائه قبل الانتخابات الإسرائيلية بمثابة محطة انتخابية داخلية، ولكن على بعد 6000 ميل. قد ينشغل البعض في إحصاء عدد المرات التي صفق فيها أعضاء الكونغرس نتنياهو ويجرون المقارنة بالمرات السابقة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون عدد الأصوات التي يمكن أن يكسبها في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في مجتمع يشهد منذ الثمانينيات المزيد من التشظي والعجز عن تكوين حزب أو ائتلاف وازن لأغلبية حاسمة تستطيع ممارسة الحكم بصورة مستقرة نسبياً.